على هذا، لأن كما يبقى يقول المثال هو صدفة خير من ألف ميعاد. التقينا هنا بملعب بشير بالمحمدية، حيث الآن تجرى المباراة الودية اللي كتجمع كل من أصحاب الدار، فريق شباب المحمدية وكذا الزوار المغرب الفاسي. إذن هاد الفريقان معان يعتبران أو من المراجع الكروية بالمغرب ومن الفرق اللي كانت تمد الفريق الوطني المغربي إبان سبعينيات القرن الماضي. ومن منا لا يعرف شباب المحمدية والمغرب الفاسي، وما أدراك ما شباب محمدية وما أدراك بالمغرب الفاسي. إذن هذا اللقاء الودي هو استعدادي اللي شاف المكتب ديال فريق شباب المحمدية باش اللعابة يتوانسوا بعدياتهم وينسجموا بعدياتهم. لكن هنا ما يحوز في النفس هو بعض التدخلات أو بعض المنشورات اللي صفحناها عبر الفيسبوك، وهي لا تخدم لا رياضة ولا تخدم لا شباب محمدية لا من قريب أو من بعيد. هو الطعن في المكتب المسير لفريق شباب المحمدية اللي جرى اللي عقد هذاك لاسومبلي الأخير، ذاك الجمع العام الأخير. إذن احنا هنا كمحبين حقيقيين، وإن كنا محبين حقيقيين لفريق شباب المحمدية، يجب أن نلتزم، أن نتحرى الحقائق وأن نلتزم الصمت في عدة مرات ونلتزم الصمت. لماذا لا؟ حيث إنسان إلا ما كيعرفش وليس له دراية بعد الأشياء، لا داعية باش يبقى يطعن في عباد الله ويتكلم على عباد الله بكلام هو لا أساس لهم من صحة، وكيتكلم على أناس هاد الأناس اللي كنعتبروهم لبنات أساسية في بناء هذا الفريق اللي كيعيش هاد الأزمة هذه ديال الليتيج، وهاد الناس اللي كيصهروا بوقتهم وبمالهم وكل شيء. علاش؟ حيت مؤخرا شفنا واحد الصوره ديال الاخ الشبابي القح الاصيل رشيد الجامعي، اللي شفنا واحد الصوره ديالو يقولون بان هاد رشيد الجامعي علاش جالس في هاد المكان ديال العضو الجامعي. هو اللي بغيت نشرح للاخوان، نشرح للمتتبعين اللي كيطعنوا في بعض الاشخاص، وكيطعنوا فينا كشبابيين، وكيطعنوا فريق شباب المحمديه، لان فريق شباب المحمديه ما ديال لا فلان لا علان، هو إغت للمدينه وللمحبين لهذا الفريق. اذا الاختلاف هو الاختلاف رحمه، ولكن هذا الاختلاف يكون مبني ويكون عنده اسس. لان ملي غادي نرجعوا على سي رشيد الجامعي، هو كبير هو كبير على هذا الشيء، بانه ماشي التامس ولا ماشي خاد ديك الشخصيه ديال العضو الجامعي حيت جلس تماك. الاعضاء المنخرطون واعضاء ديال المكتب اللي دخلوا كلهم جلسوا بلاصه سون فيغ اتونسيون، سون بلا ما يختار هذاك المكان ديالو، بلا ما يختار، كل واحد مشى جلس. مثلا رشيد الجامعي جات لهاد البلاصه جلس فيها، ماشي جلس بانه يودلي بانه واش كيف يعقل بانه جالس في ذاك المكان ديال العضو الجامعي وتا هو كيصوت؟ واش الاعضاء الجامعيين كيصوتوا؟ ما كيصوتوش، كيسجلوا. هو اذا كان كمنخرط بفريق شباب المحمديه، ما كانش بغي يزور الحقائق ولا اللي جا شي بلاصه لقاها خاويه جلس فيها. بحال دابا مثلا انا غادي نجي غنجلس تما، غنلقى بلاصه ديال امين المال ولا ديال هذا، وغنجلس بلا بدون ادنى شك وبدون باسون زاريان بونسي كيف كنقولوا، كيجلس الانسان. اذا هنا هاد الاشياء اللي غادي نسهروا عليها حنايا كجماهير وكمتتبعين، واكررها مره ثانيه بان فريق شباب المحمديه ما ديال حتى شي واحد، فريق شباب المحمديه ديال المدينه، ارث المدينه من منذ 1948. ولكن اللي كيبغي فريق شباب محمدية خصو يضحي معها ويجيب لابنات اللي كتبني ماشي اللي كتهدم. هنا اناس غاديين نتمنى واحد المشكل المطروح عندنا كفريق شباب محمدية، هو مشكل ديال الليتيج اللي كاين في العاتق ديال الفريق، وربما تثقل عجله التقدم وعجله الازدهار، سواء للمنظومه الكرويه عامه ولفريق شباب المحمدية خاصة. وفريق شباب المحمدية ليس بالفريق
الفريق الوحيد في المنظومه الكرويه المغربيه اللي عنده هذا المشكل ديال النتيج بل عده فروع. ولكن احنا الجماهير ديالنا والمحبين ديالنا ديال الفريق المحمديه هنا الانسان يعاون غير بالصمت، يعاون غير بالصمت وتحري الحقائق وديما شباب، لان هذا المكتب اللي غادي يجيب لاي واحد غيخدم الشباب مرحبا به، ولكن ملي كتجيب واحد الصفه قانونيه كتكون قانوني وكتجيب واحد الصفه قانونيه وعندك واحد ملتمس وعندك واحد برنامج اللي هو برنامج حقيقي وبرنامج اللي غادي ينقذ الفرع. الا كان غيجي غير واحد البرنامج سوف يزيد الطين بله، هو لا داعي، ما محتاجينش ليه، ما محتاجينش ليه كمحبين للفريق وجماهير الفضاليه والشبابيه كلها ما محتاجاش لهذا. نعم سي مكي، والسؤال المطروح هو ان انعقد الشمل العام لشباب المحمديه، شفنا بعض المنخرطين وشفنا عندهم البطاقه ديال الانخراط ديالهم وخلصوا الانخراط ديالهم، كيتفاجئوا انهم مانعينهم انهم يدخلوا او يولجوا يحضروا الشمل العام للدار ديال نادي شباب المحمديه. وكما قلتي انت وكما قلتي عندي الاسئله ديالك، الشباب المحمدي ديال الجامع ماشي ديال واحد ولا ديال الجامع، هو بالنسبه للشؤون الاداريه، الشؤون الاداريه لست من اهل الاختصاص، لست من اهل الاختصاص وما يمكنش لي نتكلم في هذا الموضوع هذا ديال بعد. انا سمعت حنا شفنا كايها الناس من اللي سال الجامع العام كايها الناس، انا عندي هاتف ديالي انا كنمشي للبيت ديالي وكنبقى نتصفح انا البساط الازهار وكنشوف هنا، ولكن اهل الذكر الناس اللي مكلفين هما اللي يقدروا يفيدوك في هذا الشيء. اما انا شفت بان فلان وفلان وفلان ما خلاهمش يدخلوا، ولكن علاش ما خلاهمش يدخلوا؟ من بينهم رئيس هو اللي كان المترقب انه يكون رئيس هو الحلو اللي كان هو تمنع من هذاك الجمع العام اللي كان دار بين شباب هو سمعت هذه القضية ديال الحلو بأنه كان، ولكن الحلو ماشي أديغو، سمعت أنا حسب الآراء حسب ما يروج حيت المكتب، حيت حتى واحد أكبر من القانون، قوة القانون فوق الجميع، ما كاينش شي واحد كيف كان نوعه أو صنفه اللي غيكون أقوى من القانون وأكبر من القانون. إلى 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 هذوك الناس إلى الحلو ولا غير الحلو ولا غير ما كيتوفوش على الشروط باش 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 يشاركوا في هذاك الجامع العام ما غاديش يدخلوا نورمال، ولا من حقهم يدخلوا وعندهم الوثائق ديالهم عندهم المستلزمات باش يدخلوا غيدخلوا وقوة القانون كما قلت. شفنا مخالطين اخرين اللي كيخلصوا في الوقت ديالهم الوثائق ديالهم وشفتهم تما. اذا هنا غادي نقول لك الاداره هي اللي غتفيدك بهذا الشيء. انا لست من اصحاب الاختصاص كما اقول، انا محب لفريق شباب المحمديه ومنخرط بفريق شباب المحمديه. انا الاشياء الاخرى اللي بعيده عليا اللي ما عنديش فيها دي غايه وما عنديش فيها كلام وما نقدرش نخوض فيها، اذا كتبقى بعيده عليا وما عنديش الحق نتكلم فيها. انا كنتكلم غير على اناس اللي كنعرفهم بانهم شبابيين من منذ القدم، شبابيين نقول لك كاين اللي اديرهم الشباب من 1979 ناس ما كيعرفوش هادشي. نعم هي تشبابيت ما نقدر نحيدها لتا شي واحد، لا الحلو لا غير الحلو، انا اتكلم على الناس الشبابيين اللي من 1979 وهما ديزاديرون هم منخرطين بفريق شباب المحمديه، وطرات غير شي حاجه اللي هي بسيطه وما كانتش على سوء نيه وما كانتش مستهدفه. هو مثلا كما كنشوفوا الاخ رشيد الجامعي جا جلس في واحد المكان اللي اي لقى شي مكان تيجلس فيه هذيك الساعه، جلس في ذاك المكان اللي مكتوب فيه عضو جامعي، فاذا بعض الصفحات، فاذا ببعض فيسبوكيين، فاذا ببعض الناشطين بالفيسبوك كيقولوا بان بحال شباب المحمديه جاء الطرق والمنتويات وجا كيغش وحط هذاك الشخص كعضو جامعي. لا، هذا كيفاش توزعت هذيك المقاعد اللي جا شي مقعد فريق يجلس فيه، لقى شي مقعد فريق يجلس فيه، كان السي رشيد الجامعي جا جلس في هذاك ديال لا يدعي هو السي رشيد الجامعي، هضرت معاه في الموضوع هذا، لا يدعي بانه عضو جامعي، والسي رشيد الجامعي غير معروف وما يمكنش غتنتاح لواحد الصفه اللي ماشي هي ديالك وغادي تجلس في واحد المكان اللي ماشي هو ديالك وتدعي بانك واش هو كان كيحرر. مثلا خدينا هضره رشيد الجامعي، انا اتكلم عن هذا وعن هذا، كل الشبابيين اخوان ديالي وكلهم احبهم كيف كان نوعه، الا الالتزام ونمشيو في المسار الحقيقي ديال هذا الفريق ونديروا الاشياء اللي غتنفع الفريق ماشي غتضر الفريق.
الاشياء اللي غتمشي بالفريق ماشي غادي تضر واللي غتنفع الفريق، هذا هو اللي كنقلبوا عليه. حنا عندنا ليتيج، عندنا خصنا انتدابات ديال اللعابه، عندنا عده اشياء نتخبط في عده مشاكل، وغادي نجيو غنبقاو نشوفوا والسراشي الجامعي جلس هنا والاخر جا دخل هنا. هادو اشياء تافهه، هادو اشياء تافهه اللي ما كتساعدش من الفريق، ما غير كتضر، ماشي ما كتضر، هو ما كتضر ما كنفع اللي بغينا نقولوا، غير هي ربما كتقل هاد العجله اللي بغينا نقولوا، وديال ما بغينا نشوفوا هاد 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 الفريق ديالنا، هاد الفريق اللي ذاك. اذا دعوه الى جميع الشبابيين الحقيقيين هنا باش يلتموا بعضياتهم ويكون واحد الكتوه، واحد الكتله اللي غتمشي بالفريق قدما. وشكرا لك يا سيدريس، ولمن باريكم محمد يا باريس.